عظم الله الأجر لنا ولكم ولعوائل الشهداء وإلى إمامنا صاحب العصر والزمان بهذا المصاب الجلل، وهو استشهاد الشباب الأبرياء بدون أي ذنب يذكر سوى أنهم فقط من شيعة أمير المؤمنين، وهذا الذنب الوحيد اللي انقتل على مود هذول الشهداء الأبرياء. هذا الذنب الوحيد لا أقل ولا أكثر، لا لكونهم عسكريين ولا لغير أي شيء. يعني الذنب الوحيد أنهم شيعة وروافض ويجب قتلهم لأنهم خارجون عن الإسلام الحقيقي وهو الإسلام الوهابي مثل ما يدرونهم.